مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو هولر؟ ما هي ميزات هولر؟ من هم مؤسسو هولر؟ ما هو هولر؟ هولر هو رمز ERC20 مدفوع من المجتمع، والذي سيكون أول عملة مشفرة تقدم المواهب لقضاة المشاهير عبر عروض المواهب الافتراضية. ما هي ميزات هولر؟ سيرسل أفراد اختبارهم الذي يعرض مهاراتهم إلى حكام المشاهير لمراجعته. سيقوم حكام المشاهير بعد ذلك بإنشاء فيديو ريد فعل سيتم تحريره مع الاختبار وتقديمه إلى مجتمع هولر. سيصوت حامل فول بعد ذلك عبر داو حول ما إذا كانوا يدعمون الموهبة أو يتفقون مع ريد فعل الحكام. هولر متاح على يونيسواب. بالإضافة إلى ذلك، تم التخطيط لرمز BAP20 المميز BSC والذي سيتم دعمه بواسطة جسر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك في أبريل. من هم مؤسسو هولر؟ يتمتع الفريق بالخبرة ولديهم أعضاء شاركوا في العديد من المشاريع الناجحة. لم يكشف مؤسسو هولر بعد عن هوياتهم علنا. هم فريق مقره الولايات المتحدة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.